بعد مهاجمة الحساب الرسمي للحكومة الإسرائيلية على إنستغرام لعارضة الأزياء الأمريكية فلسطينية الأصل جيجي حديد. تقارير من مصادر مقربة من عائلة حديد تؤكد تعرض جيجي وبيلا ووالدهم محمد لرسائل تهديد بالقتل. المصادر ذكرت أن تهديدات القتل وصلت العائلة عبر وسائل متعددة، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي وحتى الهواتف المحمولة. وكانت أرقام هواتف عديدة لأفراد عائلة حديد قد تم تسريبها عبر الإنترنت خلال الأسبوع الماضي، ليقوم بعض المجهولين بإرسال عبارات ورسائل بالإضافة إلى رسومات مروعة تضمنت وصفاً لكيفية تنفيذ عمليات الإعدام، ما دفع العائلة إلى تغيير أرقامها، كما دفعت تلك الأحداث الخطيرة والدهم بالتفكير للجوء إلى مكتب التحقيقات الفيدرالية. وكانت الحكومة الإسرائيلية هاجمت جيجي حديد بعد انتقادها للقيادة الإسرائيلية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي. ونشرت عارضة الأزياء الأمريكية عبر خاصة القصص على حسابها بإنستغرام تعليقاً قالت فيه إنه لا يوجد شيء يهودي في موقف الحكومة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، فإدانة الحكومة الإسرائيلية ليست معاداة للسامية. ليرد الحساب الرسمي للحكومة الإسرائيلية: هل كنت نائمة الأسبوع الماضي أم أنك مغمضة عينيك عن موت أطفال يهود في بيوتهم؟ سكوتك يبين من تدعمين، نحن نرى ما تفعلينه جيداً. وتعتمد الحكومة الإسرائيلية في الفترة الحالية على السوشيال ميديا والمشاهير لدعم حربها على غزة والحفاظ على صورتها أمام المجتمع الغربي.